هذا إحداثي مصنع الزجاج، وهذا إحداثي قطار البراميل سويسرا، إخوان هذه مصنع الزجاج في مدينة هيرجزفيل، قريب طبعا من لوزير، وبعدين بعطيكم طبعا إحداثي. هذا هني المتحف، تقدر تاخذ فيه جولة تقريبا 20 دقيقة، وبعدين المعرض، معرض اللي تبغون تشترون حاجة، نفس المكان قريب منه طبعا. بعد ما تاخذ جولة في المتحف من غرفة إلى غرفة، وتعرف تاريخ المراحل اللي مرت فيها المصنع، تدخل إلى الورشة الرئيسية. هذا طبعا المكان في هيرجزفيل، هذا حق الزوار اللي يبغي يسوي هنا. الزوار يون وينفخون. حرارة من هني تحس بها، الله يجيرنا من عذاب النار. المصنع طبعا في هيرجزفيل من زمان، من الله ما ادري كم، 100 سنة، لكن الحين كل شيء تشوفوا كل شيء حديث. والمعرض، معرض اللي يبغى يشتري الحاجات قريب من هنا، في نفس المكان يعني. هاي منتجاتهم، كل منتجاتهم اللي هي، لكن المعرض تحت اللي يبغى يشتري أشكال وأنواع عديدة يعني. هذا بعد بعض المنتجات، شوفوا هني محل، هني محلات، وهني محلات ثانية. هذا معرض ثاني، تكملة هني، تكملة صح.
الاشراف يقولون لي بعد ممنوع التصوير. هذا اسم المصنع في هرجسفل، ولا المعارض اللي يبغى يشتري هذا معرض، وعلى الشارع هناك معرض. هذا على البحيرة، تغطى نروح مطل مال هرجسفل وبناخذ الطغاطة أحلى من هالطغاطة هاي. هذا من المطل اللي على بلدة هرجسفل بعد لوزير، اليوم تاريخ 23/12/2017. طبعا هني وقفة السيارات بعطيكم الاحداثي، انا حطيت الاحداثي من قبل، وكذا شخص مر المكان هذا وصور وارسل لي الفيلم. مكان جدا ساحر، يعني تبسط هني بقهوتك بفالتك وقدامك المنظر هذا. سبحان الخالق. بحط لكم الاحداثي مره ثانيه وين واقف السياره. هذا احداثي المطل، وتحت المطل هذا مصنع الزجاج في هرجسفل، تحت المطل هذا.